طيب احنا رح ناخذ المرحله الاولى. انت ذكرت حضرتك انه الايمان الذي يؤدي الى الهلاك، يعني عاده الايمان شيء ايجابي لكن يؤدي الى الهلاك، فاذا في ناس مخدوعه بهذا الايمان وهذا الايمان طبعا لا يخلص، وانت ذكرت عده أنواع من هذا الإيمان. خلينا يعني نخوض في هذه الجولة، ما هي أنواع هذا أو هذا النوع من الإيمان الذي لا يخلص والذي يؤدي إلى الهلاك الأبدي؟ الحقيقة أول نوع بنسميه الإيمان الظاهري، والكلام يعني أنا كل حاجة هقولها هجيب لها الشاهد الكتابي من كلمة الله الكتاب المقدس. نعم. في إنجيل يوحنا صحة 2 من عدد 23 لعدد 25 يقول الإنجيل: ولما كان في أورشليم في عيد الفصح آمن كثيرون بإسمه إذ رأوا الآيات التي صنع، لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه لأنه كان يعرف الجميع، ولأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان لأنه علم ما كان في الإنسان. لاحظ معايا هنا آمن كثيرون به، يبقى المظهر الخارجي المرء اللي قدام الناس، الجماهير اللي اجتمعت في عيد الفصح حوالين الرب يسوع المسيح او حوالين سيدنا عيسى زي ما باخواتنا المسلمين بيقولوا، وانا مش ما عنديش مانع ان استخدم لفظ عيسى لان كلمه عيسى بتيجي من الاصل اليوناني ايسيا، وايسيا هي كلمه المسيح، والمسيح عارف المسيح هو المسيح، فكلمه يعني عيسى هو المسيح. نحن لا نحبز هذا الاصطلاح قسيس لانه يسوع هو يعني هو الذي يخلص، اسم يعني يخلص، وهذا ما يسميه الكتاب المقدس. الفكره ان الاسم نفسه معرب من كلمه ايسيا في اللغه اليونانيه، فلما تعربوا من كلمه ايسيا اللي هي مسيا ترجمت في الكتاب المقدس هي اللي ترجمت في القران كلمه عيسى، لكن احنا بنركز في الكتاب المقدس على يسوع، عشان كده الكتاب بيذكر لنا انه يسوع. فالرب يسوع المسيح امنوا به كثيرا. طب ناس كتير ما امنوا بيسوع، لكن الرب يسوع لكل المجد لم يأتمنهم على نفسه. على نفسه. طب يا رب دي ناس أمنت بيك. يقول بس أنا لأن أنا عارف ما في القلوب. يبقى الإيمان هنا إيمان شكله إيه؟ إيمان ظاهري. ناس كتير نسمع منهم كلام إنهم بيؤمنوا بيسوع وبيؤمنوا بتعليم يسوع وبيحبوا الموعظة على الجبل اللي علم بها يسوع، ومحدش يختلف تقريبا يمكن في كل الكل لما يقرأ الموعظة عن الجبل عن يسوع فبيؤمنوا بدي، لكن هل بيؤمنوا بكل ما عمله يسوع وبكل ما أتمه يسوع؟ ففي إيمان هنا إيمان ظاهري. عزيزي المشاهد، قد تؤمن بيسوع سواء رسول أو إنسان أو نبي أو قد أو ابن الله، وقد تكون بتقدم صلوات وأصماء أو أصوام وتكررها وبتحفظها وبتظن بهذا أنك أنت مؤمن. قد يكون ضمن إيمانك أنك بتصنع خير ظنا أن الخير اللي أنت بتعمله أنك بترضى الله بهذا الخير اللي بتعمله. آسف أقول لك أن ده إيمان ظاهري مظهري قدام الناس لا يؤدي بك إلى حياة أبدية، لكن للأسف الشديد هيؤدي بك إلى هلاك أبدي. زي واحد بالضبط عطشان ويروح عند نبع مية ويوصل عند نبع الماء وما يشربش مية. ناس كتير قادرين يسمعوا عن يسوع ويقروا عن يسوع ويصدقوا أن يسوع بيعمل آيات ومعجزات، لكن ده الإيمان من الشكل الخارجي. لكن الإيمان ده رغم أنه معلن في أفواه الناس لكنه ليس إيمانا حقيقيا.